السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة وفيديو جديد. اليوم إن شاء الله كيف ما شفتوا المقدمة ديال الفيديو غادي نقوم ببعض التغييرات في المكتبة اللي عندي في البيت ديال الكلاس اللي كتشوفوا هنا. وأيضا شفتوا في المقدمة غنوجدوا واحد طرطة اللي فيها واحد طبقة ديال الفورماج أو تشيز، زوينة بزاف إن شاء الله غادي تعجبكم. فبالنسبة للمكتبة كيف ما كتشوفوا راه تلونت بزاف وتجمع فيها بزاف ديال الوراق والكتوبه وكل شيء. المهم غادي ندور بها واحد شويه، غادي نحيد هذيك الكتوبه اللي ما كنستعملهمش، غادي نجمعهم وغادي نمسح شويه الغبره وغادي نقاد. ايضا غادي نشارك معكم واحد الطريقه سهله بزاف ورخيصه كيفاش نبدلو المنظر ديال المكتبه ديالنا الا بغينا، الا كان كيزعجنا هذيك الالوان ديال الكتب الكثيره. ان شاء الله تعجبكم الفكره. فمن بعد ما قديت الكتوبة خليت غير هذاك الشيء اللي كنستعمله يعني بصفة دائمة، وكيعجبني نرجع له هكذا نشوف الوصفات والتصاور إلى آخره. ولكن كيف ما لاحظتوا يعني المكتبة كيبقى الشكل ديالها يعني فيه الألوان بزاف، وأنا ما كيعجبنيش داك الألوان بزاف. فقلت غادي إن واحد الفكرة من شحال هذه وأنا كنفكر فيها، قلت غادي نطبقها اليوم والنتيجة عجبتني. فخديت هذا الورق، هذا بابي كادو اللي هو يعني اللون ديالو بني بحال اللي كتشوفوا، خفي هذوك القليبات الصغار، فغنعملوهم من الداخل ما غاديش يبانوا. فغادي نغلفهم بالطريقه اللي كنا كنغلفوا بها الكتوبه شحال هذه. غنحاول انني نوريكم الطريقه يعني بفيديو احسن من انني نشرح، باش الناس اللي بغاو يطبقوا هاد الطريقه هذه يعرفوا كيفاش، فالطريقه سهله بزاف. النتيجه كيف ما كتشوفوا يعني استعملت هذاك الورق ديال بابي كادو اللي رخيص بزاف بالنسبه للناس اللي هنايا فرنسا، شريته من اكسيون وفيه كميه كبيره. ايضا واحد الفكره اخرى، الناس اللي بغاو يضيفوا حتى شي لون
لون المكتبة ممكن تستعملوا هذا الورق هذا اللي أيضا كيتباع في بزاف ديال المحلات، سميتو بابي ديال كرافت اللي هو كيكون غليظ شوية ورق المقوى، فغنوريكم واحد الطريقة ممكن أيضا تغلفوا به الكتوبة. بالنسبة لها الطرق هذه اللي كنوريكم دابا يعني هي طرق التزيين، يعني ماشي غتدوم مدة طويلة، خصوصا هذاك الورق ديال بابي كادو لأنه ما قويش بزاف، يعني اللي كانوا الكتوبة كتستعملوهم بزاف فرماديش يدوم. بالنسبة لي أنا يعني حتى واحد ما كيقيس هاد الكتوبة هادو من غيري، فيعني غنحاول عليهم. فكتبقى هذه غير مجرد فكرة للتزيين وتغيير الديكور. فبالنسبة لهذا الورق هذا غناخد جوج ورقات، عندكم جوج ديال الحلول، إما تلصقوهم بلصاق هذاك السخون بيستولي، المشكلة فيه هو أنه ملي كتلصقوا به الورق كيولي غليظ شوية ملي كتبغيو تتنيو هذيك الورقة، ما كتبغيش تتنى بسهولة. الفكرة الثانية ممكن تستعملوا هذا السكوتش هذا لي ترونسبارون أو سميتو سكوتش انفيزيبل، ملي كنلصقوا به ما كيبقاش يبان. فانا غنستعمل هذه الطريقه هذه الثانيه ديال السكوتش، غنلصق جوج ورقات مع بعضياتهم. بالنسبه للناس اللي ساكنين هنا في فرنسا راه هذا الورق هذا كيكون في كتوبه، يعني كيكون مجموعه في كتاب واحد، وانتم تختاروا الزواقه اللي بغيتوا. الثمن كيكون مناسب جدا، على اقل من اورو كنظن ولا جوج ديال الاورو، تلقاوه في بزاف ديال المحلات من ضمنهم المحل ديال اكسيون. دايما انا كنقول اكسيون لانه هو اللي كاين حدايا، ما حدايا حتى شي محل اخر، كل شيء بعيد عليا. المهم الطريقه ديال التغليف راها فحال الطريقه ديال التغليف الكتاب الاول، الا ان هاد الورق هذا غنعمل فيه سكوتش باش يبقى قابض واخا نفتح الكتاب، يعني ما يتحلش وما يتحيدش الورقه، ما يتحيدش هاد الورق المقوى. فغادي نغلفه بنفس الطريقة اللي عملت الكتوبة الأولين، ونتلقاو باش نوريكم النتيجة كيفاش جاو. هذا هو الشكل النهائي ديال الكتوبه. كيف ما كتلاحظوا هنايا انا هذيك البلاصه اللي لصقتها جات هكذا باينه في واحد الكتاب، وكتب هذاك الصفار حتى هو ما رديتش البال. انتم ملي تبغيو الا استعملتوا هذه الطريقه هذه حاولوا تجيبوها في الجنب باش ما تجيش باينه. فهذا هو الشكل النهائي ديال الكتب ديالنا اللي غلفناهم، كيعطيو منظر جديد للمكتبه. الا بغينا هكذا نبدلو شويه. بالنسبه للوصفه ديال اليوم غنصاوبوا مع بعضياتنا واحد الكيكه اللي هي نصف ديالها كيك ونصف تشيز كيك، وصفه رائعه جدا. ممكن تقدموها هكذا سامبل او تسوقوها كيف عملت انا بالفراوله او ايضا الميختي الى اخره. بالنسبه للمقادير فهي سهله جدا وبسيطه واقتصاديه، اكيد غادي تعجبكم وسهله. احسن حاجه هي انها سهله، ماشي في حال تشيز كيك الكلاسيكيه اللي خصنا نصخبوها نخليها مده طويله في الثلاجه، فهذه دغيا كتوجد والطعم ديالها رائع جدا. ان شاء الله غنخلي لكم في صندوق الوصف منين خديت الوصفه، هي الوصفه ديال الاخت ناني. بالنسبه للمقادير اللي عملت انا، عملت 3 ديال البيضات، 100 غرام ديال السكر، عملت ايضا تقريبا 200 مللتر ديال الحليب، 200 مللتر ديال الزيت النباتي، معلقه الفاني، قشور ديال الحامضه، قبصه ديال الملح، وطبعا معلقه صغيره ديال البيكنج باودر. بالنسبه للمقادير اللي استعملت الاخت ناني غنخلي لكم ان شاء الله الرابط في صندوق الوصف. الخطوه الاولى غنملو الكيكه، يعني الطبقه الاولى غنمجو الدقيق الابيض مع الملحه وايضا مع البيكنج باودر، نحطهم جانبا. غادي نطربو البيض والسكر تقريبا واحد 5 ديال الدقائق حتى يتضاعف الحجم ديالو بحال اللي كتشوفوا هنا. من بعد غادي نضيفو الزيت والحليب، غادي نضيفو ايضا القشور ديال الحامض والفانيليا، وغادي نخلطو حتى يندمجو هاد المقادير مع بعضياتهم. كيف ما قلت لكم فهي سهله بزاف ولذيذه في نفس الوقت. من بعد غادي نضيف الدقيق
استعملت تقريبا 300 غرام ديال الدقيق، وغادي نخلط. هذا هو القوام ديال الطبقة الأولى ديال الكيك ديالنا. كيف ما قلت لكم، أنا المول اللي استعملت صغير، فنقصت من كمية المقادير. انتوما تبعوا المقادير ديال الأخت ناني، غنخلي لكم رابط إن شاء الله في صندوق الوصف. فغادي نخوي هذيك الطبقة الأولى في المول اللي طبعا دهنته بالزبدة ورشيته بالطحين. بالنسبة للطبقة الثانية، عندي فيها تقريبا 200 غرام ديال الجبن الكريمي، تقريبا 50 غرام او على حسب الذوق ديال السكر بودرة، حبة ديال البيض صغيرة الحجم، معلقة صغيرة ديال الفانيليا، وقشور ديال الحامضة. وغادي نخلط جيدا حتى نحصل على هذا الخليط هذا الكريمي. هذه هي الطبقة اللي غتعطينا يعني الطعم ديال تشيز كيك. غنحاول نسرح الطبقة هذه فوق الطبقة الأولى غير بشوية بالعقل باش ما تهبطش لتحت. فغنستعمل سباتولا وغنسرح هذه الطبقة هذه حتى نحصل على هذا الشكل هذا. بالنسبة للطبقة الثالثة، غناخد شوية ديال المربى ديال المشماش ولا ديال الفرومبواز ولا اللي عندكم متوفر في الدار، وغادي نحطو هكذا تقريبا 4 ل5 ديال المعالق كبار ديال المربى، وعلى حسب الذوق ممكن تقللو او تكتروا. بالنسبة للفران، انا سخنته على درجة حرارة 180 تقريبا نصف ساعة قبل ما ندخل هاد الحلوى للفران. غادي هذا هو الشكل ديالها قبل ما تدخل الفران. خدات تقريبا 40 دقيقة، 5 دقائق الاخرى شعلتها من الفوق باش تحمرات، وغادي نخرجها نخليها حتى تبرد تماما، عاد غادي نحيدها من المول. في الاول كنت باغا نحطها في هذا الطبسيل هذا اللي هو اللون ديالو غوز، ولكن من بعد قلت اللون الابيض غادي يجي احسن باش تبان احسن. بالنسبة لطريقة التقديم، كتبقى لكم نتوما قدموها على حسب الرغبة ديالكم. ممكن غير ترشوها بشوية ديال السكر كلاصي وقدموها، كتجي رائعة لذيذة بزاف. انا غادي نزيد نزينة واحد شوية. هنا قطعت واحد القطعة من الداخل كتجي رطبة، وايضا هذيك الطبقة كيف ما قلت لكم كتجي بحال شي حلوى ديال تشيز كيك. غنعمل هنايا غنعمل واحد الزلافه وفوق منها طبسين ابيض. بالنسبه للناس اللي ما عندهمش هذاك الطبق ديال الحلوى، ممكن تستعملوا هذه الفكره هذه. بالنسبه للتقديم، قلت لكم غنبدل شويه، غنضيف شويه ديال الفريز فرومبواز اللي مختي كانوا عندي، فقلت نستعملهم علاش لا. فغنستف شويه ديال الفواكه هكذا من الفوق، غنسخن شويه ديال ناباج، وغادي ندهن به هاد الفواكه هذو باش يجيو شويه كيلمعوا. حقيقة انا كنت نسيت الناباج حتى من بعد تفكرته، ولكن معليش. وفي الاخير غنرش شويه ديال السكر كلاصي من الفوق، والطورطه ديالنا او الكيك ديالنا او الكيكه تشيز كيك واجده. نتمنى ان شاء الله تجربوها لانها فعلا كتجي لذيذه بزاف. هذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى يعجبكم. نقول لكم شهيه طيبه، وإن شاء الله نتلقاو في الفيديو القادم. السلام عليكم.